كل عيد تختلف من مواطن وآخر ومن مدينة وأخرى، فأجواء العيد في محافظة المثنى تختلف عن باقي المحافظات العراقية بسبب طبيعة سكانها التي يغلب عليها الطابع العشائري. وأثناء جولتنا كانت هناك أمنية واحدة للمواطنين، ألا وهي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. كل عام والشعب العراقي بألف خير، إن شاء الله سنة تحقيق وأماني، ونتمنى من السياسيين يصفون قلوبهم ويتحالفون في الحكومة، يعوفون الحزازيات وهاي الحكومة بالكتابة تشكل. عيد سعيد، نهني أخواننا أعضاء المحافظة وأعضاء البرلمان، وإحنا نكون ما يكون يصير حساسية ويكون كلهم أخوة، وإن شاء الله الاتفاق يصير ومبرم على أن تكون تشكيل حكومة إن شاء الله بأسرع وقت. مناسبة عيد الأضحى المبارك، نتمنى من كل قلوبنا إلى الأمة الإسلامية أن يعم الأمن والأمان والاستقرار والنجاح والتوفيق بهذا العيد المبارك الذي وهبنا الله له أن نكون أوفياء له به، ونتمنى بهذا الوقت أن تتشكل الحكومة. طولت على الشعب وطولت بمهاترات وكلمات لا معنى لها، نريد حكومة تشكل مهما تكون الظروف ومهما تكون نحن ننتظركم أنتم أيها السياسيون الذي قدتم البلد من 2003 لحد الآن، لم نسمع منكم شيئا مفرحا. نتمنى أن تتشكل الحكومة ويكون الفرح فرحتين، العيد وتشكيل الحكومة، مع جزيل الشكر. العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، يا رب إن شاء الله الأمن والأمان على الشعب العراقي والأمة الإسلامية. طبعا نتمنى من السياسيين بهذه الفترة أنه يتوحدون بتشكيل الحكومة، لأن صراحة صار 7 أشهر لحد الآن ما مشكل الحكومة، وهاي كلها تتبع الموازنة ما موازنة، يعني على تشكيل الحكومة. نتمنى أنه تشكل الحكومة بأسرع وقت.